تغشى على الأجواء داخل منتزه الكفاءات العاملين؟ والله الأجواء حلوة، وإحنا نطمح إلى بعد أجواء أكثر من ناحية الجو السياحي بالمدينة. نحب دعم من الحكومة وتوفر أجواء سياحية أكثر لأهل الموصل في سبيل ترفه الناس عن نفسها. تطالبون أن تكون أكو متنزهات أكثر داخل مدينة الموصل؟ نحب، وعندنا مساحات واسعة من الأراضي تسمح عن نشأ متنزهات سياحية لأهل المدينة حتى تساهم بالمجال الاقتصادي للمدينة. أما كما المواطن يأخذ عائلته ويسافر إلى غير محافظة في سبيل السياح، خلي يصرف يعني فلوسه على محافظته، انه هو داخل محافظته محافظه يصير يعني تنهض بالاقتصاد حتى من ناحيه المصاريف الماديه. احكي لي على الاجواء اليوم، شنو تغشى عليه داخل متنزه الكفاءات؟ ما شاء الله، والله العالم الفرح بعيون مدي يبين، والامان هو اهم شيء، الامان يعني. اي اذا الحاله الماديه زينه عالم تجيها رواتب، وليش لا؟ احسن ما تطلع لغير محافظه، محافظتنا هنا اولى بينا، ومنطقه الموصل المنطقه الشماليه يعني طيب الجو مالتها كلش. والله هي كلش طيبه، وخاصه السنه معمريها وصارفين عليها وتعبانين، بس كون احنا عدنا المواطنين نحافظ على نظافتها وعلى ترتيبها يعني. يعني هي منهم واليهم يعني هذا المهم لنا، يعني هي للنظافه حافظنا عليها لنا. نحن دنجين نقضي بها وقت، نتونس، نطلع اطفالنا شويه يعني نبدل الجو عنهم. والله يعني بالموصل يعني هواي اكو مكانات كلش طيبه، يعني خاصه احنا بالموصل يعني من زمان الغابات، كل موسم موسمه، مثل موسم الربيع الشلالات والهاي، هسه الصيف يعني الغابات. فنحن تعكس على المواطن يحافظ على مدينته، يحافظ على المكان اللي يقعد بيها. يعني هاي احنا شو نريد؟ نريد رايك يعني طالبون انه نشكل متنزهات تنفتح بمدينه الموصل اكثر من هالمتنزهات اللي طبعا ليش يعني نحن نختلف عن غير محافظات؟ الموصل احسن كل يعني احسن كل المحافظات. من ناحيه الاسعار انتم شلون تشعرون الاسعار داخل المنتزه؟ والله يعني ما بيها شيء زينه، ما بيها شيء، اهم شيء هي مكان نظيفه مرتب، هذا اهم شيء يعني. ملاحظات الاهالي اللي داخل المتنزه يعني الا اكو ملاحظات، يعني نلاحظ انه هذا المتنزه ماكو اي ملاحظات يعني من ناحيه النظافه ولا اكو شغلات بعد كلش يعني شفناها مليحه وزينه ونظيفه. كانت يعني الجلوس القاعدين الحدائق يعني كلش حلوه ونظيفه، يعني تفتح النفس واحد كل مره يجي بيها لهذا المتنزه. يعني انت برايك من ناحيه الاسعار من ناحيه النظافه شلون توصف؟ جميل جدا يعني، و تساعد على وجود العائله، و اسعار مليحه يعني اشكل مكانات دائما الاهالي يجون. اسعار جدا مناسبه يعني حسب ما ترون قدام امامكم، يعني اسعار جدا مناسبه وفود الاهالي بساعات متاخره من الليل. اليوم طلعتكم من اقترح عليكم؟ والله هي كانت طلعه مفاجئه يعني، ما كانت بالبال، ما كانت بالحسبان اصلا. يعني صدفه كانت، ما بعد صدفه. منو عملها؟ والله هي كانت من قبلي يعني. انا اقترحته عليهم يعني، حتى اصلا جاي بالدشداشه يعني، ما من طبع العام، لكن فكانت طلعه زياره احد الاقارب، وبعدين طلعنا قلنا خليه. محمد احكي لي على الاجواء اليوم شنو تغشى عليها؟ والله الاجواء مناسبه والاسعارها مناسبه وحلوه. من ناحيه الالعاب يعني طالبون انه يكون اكو العاب اكثر؟ والله ايه احسن الاطفال يعني.